بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم شادي سوفت من دمياط. طبعا كلنا سامعين عن مشاكل الكهرباء اللي بتحصل اليومين دول. يوميا عندي الكهرباء مفصولة 3 مرات في اليوم، وبتقعد كمان لمدة ساعة وساعة ونص. أنا عندي الأجهزة اللي أنتوا شايفينها دي، تمام. عندي هنا 13 راوتر زائد الراوتر بورد ده اللي شغال بباور 220 فولت اللي قدامكم ده، تمام. كل دي المحولات زائد 48 سويتش او تقريبا 50 سويتش بره الشبكه. لو باصين كل حاجه قدامكم شغاله اهي، تمام، كله شغال قدامكم. لكن انا شغلته بايه؟ انا شغلته بالجهاز اللي انتم هتشوفوه قدامكم دلوقتي ده. ده جهاز اسمه باور انفرتر او باور يو بي اس. باور يو بي اس الجهاز زي ما انت شايفه كده اهو، ده بتجيبه كده وتوصلوا على بطاريه 70 امبير. يعني انا مش واصل اي كهرباء خالص. الكهرباء الرئيسيه اللي جايه لي يا جماعه العمومه اهي، شايفينها العمومه اهي، الاجهزه قدامكم شغاله بقى لها كده حوالي ساعتين ونص، شغاله كده تقريبا قدامكم بقى لها حوالي ساعتين ونص. حطيتها على تايمر علشان بفصلها ساعه يوميا، تمام. الباور ده نص كيلو وبيوصل ل 1000 كيلو. طيب طريقه تركيبه ازاي؟ احنا هنفك الحاجه دي كلها وهوريكم بتركبوه ازاي علشان تقدروا انتوا بنفسكم تركبوا الجهاز. دلوقتي ما عادش في حاجه اسمها صوت للجنريتور، ما عادش في حاجه اسمها بنزين اقف استنى بنزين، ما عادش في حاجه اسمها دخان والتلوث اللي بيحصل وتعب الصدر والكلام ده كله. الجهاز ملوش صوت زي ما انت شايف كده، وشغال الشبكه بالكامل. بقالنا دلوقتي بالظبط يا جماعه ساعتين ونص، يعني انا شحنت البطاريه بالكامل وبعدين بنجرب، بقاله دلوقتي ساعتين ونص. وقف يا محمد لحد ما فكه عشان نجمعه تاني. ده الجهاز اهو الباور اللي احنا قلنا عليه، باور يو بي اس. شايف كده من ورا في الطرف الموجب، في الطرف السالب الاحمر الموجب والاسود السالب. ده الجهاز من جوه من بره اهو، تمام. هنعمل ايه؟ بيجي لك مع الجهاز الوصله دي والوصله الثانيه. لا قطاش، ده قطاش انا بجيبه من اي حد، قطاش لوحده كده ب 10 جنيه تايواني، كوري تقريبا كوري، تمام. فانا هعمل ايه؟ هوصل الجزء الاسود في الطرف الاسود اهو، مكتوب معمول قدامك الاسود اهو، تمام. هنظبطه كويس، تمام. ده السالب اهو وده الموجب، ظاهر موجب والسالب. طبعا هجيب الطرف الموجب وهربطه برضو، ده قطاش زي ما انت شايف كده قطاش. انا بربط الطرف اللي هنا ده من هنا، وانا طبعا اقدر اجيب بطارية تانية واربطها من الجنب التاني اهي. هو ده الاسود، هنعمل ايه؟ هنحطه كده، تمام. والبطارية معايا اهو، الطرف الموجب بتاعنا اهو، هنحط السالب. ثواني، ادي الطرف السالب وادي الطرف الموجب، تمام. اول ما انا وصلت هلاقي من ورا نور كده، هربطه تمام. هربط ده، اهم حاجه يا جماعه الطرف الموجب والسالب ما ينفعش يتبدلوا نهائي، هيعملوا قفله جامده. طبعا بتغير الفيوز في بتاع في الباور، لكن ليه يعني؟ احنا خلينا في الامان زي ما احنا شايفين اهو. هذا الطرف الموجب وهذا الطرف السالب، تمام. وصلنا كده، انا جبت التايمر بتاعي ده علشان بيفصل ساعه يوميا، هوصل التايمر بتاعي، تمام. هوصل الفيشه اللي مغذيه كهربه الشبكه كلها،
كهربة البيت كله، وبعدين هشغله طبعا، ولا صوت ولا ريحة ولا أي حاجة خالص في الدنيا. شغل اهو الزرار اللي هنا بتصوره اهو، نبص كده تمام. عايزينه بقى يشحن شوية، لأن أنا زي ما قلت لكم دلوقتي الأجهزة اشتغلت قدامكم أهي. خدوا بالكم إن بقاله ساعتين ونص شغال، قوم الأجهزة كلها وشغال لسه معايا زي ما هو أهو. هروح بقى في حاجة تانية مهمة جدا، هذا الكهرباء الرئيسية اللي جاية لنا من بره، كهرباء الحكومة طبعا. السلك عامل زي السلك التسجيل، وهحطه يشحن الإنفرتر بكده. بكده الانفرتر بيشحن لي البطاريه، ومجرد ما الكهرباء هتتفصل اوتوماتيك على طول هيشغل لي الاجهزه دي زي ما قلنا لمده 3 ساعات. انا وريتكم مثال حي لمده ساعتين ونص. دي الاجهزه، غير الجهاز سويتش اللي بره، غير الحاجات دي كلها. الجهاز شغال قدامكم اهو، اي حد يحب يحصل على الجهاز ده يتصل علينا على 0100 962 1565. الجهاز ده موجود منه او شبهه كتير في السوق، لكن طبعا هو مش انفرتر بالمعنى الانفرتر. هو بيحول لك الكهرباء ل 220 فولت، لكن ما بيشحنش البطاريه. الجهاز ده ميزته انه يشحن البطاريه الجافه معاك وهو شغال، غير انه منظم كويس جدا للكهرباء، وقدرته من 500 ل 1 واط، غير الاجهزه الثانيه ال 500 لو فتحت هتلاقي بورده 200 واط وحاجات من كده. الجهاز عليه ضمان طبعا، والبطاريه جايه معاها البطاريه كوري زي ما احنا قلنا عليها ضمان. فين ضمان البطاريه؟ 8 شهور. البطاريه كوري اهي، تقدر حضرتك طبعا تجيبها او نشحنها لك، لكن لو شحناها هتبقى غاليه، فانت حضرتك تجيبها من اي مكان. السلام عليكم، كان معاكم شادي سوفت، شكرا.